للحديث أكثر حول جاهزية الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين يلتحق بنا متحدث الرئاسة الأستاذ هاني حيدر. أهلا بك أستاذ هاني معنا على التاسعة ومساء الخير. في البداية يعني كيف تبدو استعدادات الرئاسة لرفع الطاقة الاستيعابية في الحرم؟ حياكم الله أستاذ محمد وحيا الله السادة المشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما تفضلتم، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إتمام استعداداتها وتكثيف جهودها واستكمال برامجها وخططها لرفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام لتصل إلى 100,000 معتمر و 60,000 مصلي يوميا ابتداء من الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، وذلك للمعتمرين والمصلين الحاصلين على التصاريح النظامية عبر تطبيق توكلنا لفئات التحصيل. وبتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ عبد الرحمن السديس، عملت الرئاسة من خلال وكالاتها الميدانية لتسخير كافة الكوادر البشرية لخدمة المعتمرين والمصلين وتهيئة البيئة الإيمانية المثالية لقاصدي المسجد الحرام، وإعداد منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. تم بفضل الله عز وجل رفع عدد المسارات الافتراضية للطواف بصحن المطاف إلى 25 مسارا من الأربعة الأقرب للكعبة المشرفة مخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة، وتجهيز مصليات خاصة في الدور الأول لأداء سنة الطواف، وتجهيز كامل الطاقة الاستيعابية للتوسعة السعودية الثالثة وتوسعة الملك فهد في دوريها الأول وهو الأرضي بالملصقات الإرشادية للمصلين بإذن الله سبحانه. نعم أستاذ هاني، ما الجديد من خدمات ربما تقدمها الرئاسة لمواكبة هذه الزيادة ورفع الطاقة الاستيعابية؟ نعم، الرئاسة العامة وتوجيهاتي ودعم القيادة الرشيدة تسعى دوما لتطوير خدماتها والارتقاء بها خدمة لقاصدي الحرمين الشريفين. سيتم ابتداء من بعد منتصف هذه الليلة تجهيز الساحة الخارجية لأول مرة منذ الإعلان عن جائحة كورونا لأداء الصلاة، صلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، من خلال وضع الفرش وكافة الخدمات من ماء زمزم المبارك والتعقيم وخلافها لاستقبال المصلين تماشيا مع الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا. أيضا تم زيادة عدد العبوات، عبوات ماء زمزم المبارك لتزيد عن 2.5 مليون عبوة توزع بشكل يومي. أيضا زيادة عدد الروبوتات الذكية التي تدعم عمليات التعقيم والتطهير وتوزيع مياه زمزم على المعتمرين والمصلين. نعم أستاذ هاني، يعني رفع الطاقة الاستيعابية وهذه الخدمات المقدمة اليوم، هل هي يعني بإذن الله بشائر لعودة الحياة الطبيعية في الحرمين الشريفين؟ نعم، بإذن الله سبحانه وتعالى تأتي البشائر تترى من كافة القطاعات. نحن الرئاسة العامة ضمن اللجان المتخصصة بالتعاون مع كافة الجهات العلاقة تعمل ليل نهار لتقييم الحالات الصحية ومراجعة التدابير الوقائية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تنكشف هذه الأمة قريبا وتعود الأعداد الغفيرة التي اعتدنا عليها في المسجد الحرام في أقرب وقت ممكن.